مساء المحبة، مساء الخير، مساءكم نهاية أسبوع سعيد عليكم وعلى العيلة وعلى كل الناس اللي أنتوا بتحبوهم. اليوم حلقتنا كلها حلويات وجمال ومحبة مع الشيف اللي رح يكون ضيفي بحلقة اليوم. رح أحضر لكم وصفات بتجنن، الشيف إبراهيم عثمان. أهلا وسهلا شيف. أهلا وسهلا فيك يا عبيش. كيف حالك؟ الحمد لله. بدي أمورك سمت. كلها بخير؟ كل شيء تمام الحمد لله. الحمد لله. شيف هيك رايق هادي، بيطلع من تحت إيديه وصفات بتجنن. تسلم. صح؟ تسلم. شو رح تحضر لنا اليوم يا شيف؟ اليوم حنحضر كيكة اللوز، وكيكة اللوز هاي عمرها أكثر من 200 سنة. أوكي. من عام 1838. أنا اكتشفت إنه هي إشي كتير يعني كلاسي ومرتب وإنه مش رخيصة. لا صح؟ هو طبعاً. بعدين ملاحظة مهمة جداً في هاي الكيكة، اللي عنده مشاكل بالجلوتين بأكل منها. يعني لأنه هاي ما فيها طحين، الطحين دائما تواجد فيه الجلوتين، هاي ما فيها طحين، هاي فيها طحين اللوز فقط. طحين اللوز. يعني مكسرات. وأي حدا بيحب يعمل فستق حلبي. بنفس الوصفة. بالضبط بنفس الكميات هاي، بس شو بغير المكسرات. المكسرات. يعني بدل ما يحط لوز بحط ايش؟ فستق حلبي. 100%. ما بده فستق حلبي بحط بندق. فبالتالي ما في داعي للطحين. ما في. طيب ده. انا كمان رح تحضر لنا اليوم وتحكي لنا عن اسرار المكرون، واحنا اول مره ببهار ونار رح نحضر المكرون، وانا كثير حبيت انه الشيف يكون معي بالذات عشان يعطيكم وصفه صح ودقيقه، لانه في كثير ناس بتعمل مكرون بس مش كله بزبط، مش كله بيكون صح. المكرون رح تعملنا اياه بايش طريقه؟ ايش حشوات؟ اليوم حنعمل على الطريقه الايطاليه، اللي هي بنغلي السكر والميه لدرجه حراره 118. تمام. وبننزله على بياض البيض بعد ما نضربه بالخلاط لبياض البيض، فالمرينج هيك على الطريقه الايطاليه. بعديها المرينج بنحط بياض بيض على المكسرات اللي هو اللوز، برضه نفس الشيء. انا جايب فستق حلبي، برضه بصير المكرونه على فستق حلبي. بصير. هاي جايبه. اوكي. طيب رح تحكي لنا اليوم كل هدول الاسرار وكل هدول الوصفات، رح أخبركم إياها الشيف لحتى تصيروا تعملوها بالبيت وما تضطروا تحضروها أو تشتروها من برا بسعر كتير غالي. أنا متحمسة كمان أتعلم المكرون. أنا صراحة عندي طريقة قلت لك بسيطة، بس الشيف قال لي لا بدنا نغير ونعطيك الطريقة الصح. أنا وياكم رح نكمل مع بعض، وبدياكم تفوتوا على صفحتنا على عمان تي في أوفيشال على الفيسبوك، تشيروا هالحلقة وتبعتونا إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات في مجال الحلويات، وخصوصا السيدات اللي عاملين مشاريع من البيت، كتير بحب أسمع رأيكم وأفكاركم بهالحلقة. شيف ناخذ أول إشي مقادير وصلتنا قبل ما نبلش نحضر فيها. المقادير تبعون كيكة اللوز. طب شو رأيك نقرأهم عن الشاشة؟ يلا ناخذ. أوكي. لكيكة اللوز أول شيء رح نحتاج 450 جرام من طحين اللوز، 300 جرام من سكر شعبان وطحين اللوز غيره، وعندنا 9 حبات من البيض، وعندنا نص معلقة صغيرة من القرفة الناعمة، وعندنا ربع معلقة صغيرة من الفانيلا، وعندنا برش ليمون وبردقان. قبل ما نبلش نحضر الوصفة شيف، بدنا بس نرجع نظبط لهم المقادير اللي حكيناها. طحين اللوز. طحين اللوز 450. بس طحين اللوز بحتاج. طحين لوز. طب أنا إذا ما عندي طحين لوز. إيه ممكن تستخدمي إذا عندك فستق حلبي بتفرميه وبتنخليه. هلا قصدي طحين اللوز يعني أنا بقدر أعمله بالبيت؟ إيه طبعاً، على الماكينة بتشتري لوز كامل. تمام. وهو خام أصلاً مش مستوي. تمام. بس ينشف تضربيه بالخلاط. وبصير بس صار بودرة بتنخليه مشان ما يضل شغلات يعني جوا سميكة. تمام. يعني عادي بعمله بالبيت. عادي. بجيب نفس الكمية بطحنها على محضرة الطعام. بالزبط. بنخله وبصير استخدم طحين اللوز بأي وصفة. بالزبط. فستق الحلبي كمان، إذا ما عندك لوز بتحبي فستق الحلبي وهو خام بس مش محطوط بالفرن قبل هيك، يعني مش محمص، هذا اللوز خام. اللي هو اللوز الني. الني. يعني. المقشر بجيبه بطحنه على الخلاط بنخله. نعم. وبستخدمه بأي وصفة بدي إياها. اللي بدك إياه. طيب هلا هو بيعطيني نفس نتيجة الطحين ولا في فرق؟ طبعاً حكيت لك هاي أزواج، طبعاً الفرق أكيد. هلا أنت بتحب المكسرات ولا بتحب الطحين أكثر؟ تمام. النكهة. النكهة، نكهة المكسرات أحلى. تمام. بكتير. يعني اللوز نكهته جميلة جدا، وبعدين إحنا العرب نستخدمه كتير للوز. أنا بدي أستثمر وجود الشيف إبراهيم معاي اليوم. تعرفوا ليه؟ أنت دارس بأوروبا. نعم. ومتخصص بالحلويات بالذات، بس الغربية. الحلويات الغير عادية، يعني مش حلوياتي أنا ست البيت، لا هو متخصص بالحلويات اللي بتجنن. خلينا نبلش بالوصفة عشان نحكي عنك أكثر. هو بدي أحكي لك ملاحظة شيف امتياز. اللي هي هلا احنا حنعمل اليوم هاي الوصفه 450 جرام اللي هو طحين اللوز. تمام. هلا ممكن واحده في البيت ما تعمل 450 كثير، ممكن تحط بتنزل عندنا 450 قسمهم على 350.
البيض نفس الشيء، بدل 9 بصيروا 3. يعني بقدر اعمل نص الكميه بالضبط، يعني ما شرط احنا لانه على اساس اعطينا كميه يعني كبيره. تمام. بس ممكن ست البيت او واحد بده يعمل حلويات ما بده، يعني واحد في البيت لحاله او اثنين ما بدهم يعملوا لها او يجربوها، ممكن يعملوا الكميه قسموها على 3 او 2، يعني نفس المقادير بس قسموها. طيب شوف نبلش بالوصفه. يلا. واحنا بنعمل بالوصف، انت راح تبلش اول شيء، في عندنا 9 بيضات. اول شيء عندنا 9 بيضات، وزي ما قلنا هاي الوصفه الكبيره، يعني هاي الحجم الكبير اللي قد هاي الكيكه بالضبط اللي احنا محضرينها هنا. بالضبط. اوكي. طبعا هاي ملاحظه ثانيه هلا بنحكيها، اللي هي هاي الكيكه بتعيش 6-7 ايام من دون ثلاجه. يعني بقدر احضرها اذا كان الجو رطب، الجو رطب مش حامي. بتعيش 6-7 ايام عادي، ما في ولا مشكله. لازم انا ادوق اول وحده. شو رايك؟ حطينا اول شيء اللي هم 9 بيضات. طيب هاي شوفوا ما احلى قوامها، راح اخذ بس قطعه صغيره عشان اورجيكم اياها كيف بيكون قوامها من جوا. طلعوا شوفوا جمالها، رائع قوامها. تمام. بين برش البرتقال والليمون فيها كمان. طيب هلا انا ما في داعي لمحضر الطعام او خلاط يدوي، هاي الخلاط حنستخدم شغلتين اللي هو مضرب السلك والسباتول. اوكي. ما بدنا ولا شيء ثاني، يعني كل شيء يدوي بكون. يعني الموضوع كثير بسيط. بالضبط، ما في شيء، يعني ما فيها تعقيد. تمام. هلا ملاحظة ثانية، هلا هذا السكر أنا حسب مقادير الشخصية حطيت 300 جرام، هلا في ناس بتحب السكر أكثر. تحط أكثر. يعني ما تحكم بكم السكر. يعني أنا مثلا هلا لو بتجربي بتدوقي السكر عندي شبه ممحي. معتدل. معتدل جدا في كل الحلويات. تمام. هلا بتعرفي لانه السكر اصلا له مضار. احكم عليها. شو ها؟ طعمها كثير لذيذ وما ادركت انه لوز. ما راح تعرف انه لوز. كثير طعمها لذيذ. حطينا هلا هاي شفت نفس مقدار اللي انت عم تعملها نفسها. صح؟ هاي الخلطه الكبيره وهي القالب على حجمها. ما كثير طعمها طيب. هلا بس في ملاحظه قبل ما نكمل، ملاحظه صغيره بدي احكيها، يعني هاي للي عنده مشاكل بالسكر. اللي عنده مشاكل بالسكر بحط 300 جرام من ميبل سيرب. بقدر استخدمه هذا، حتى تقرأ عليه الفات سفر الكذا، هذا تقريبا بديل السكر. طب عشان يشوفوه شيف بس امسكه عنك. والكل يتاكد من متوفر على فكره بالانترنت من الطبيب الحر، هو متوفر بكل مكان. هاي متوفر ولو غالي شوي، بس اللي عنده مشاكل بالسكر بقدر يستخدمه الموضوع. تمام. هلا رح نبلش بالوصفه. هلا بنبلش بالوصفه. كيكه اللوز بنضرب البيض مع السكر او السكر مع البيض. طيب شوفوا انت عم تضرب البيض مع السكر. نعم. وبدي تقول لي انت كيف بلشت في عالم الحلويات؟ ليه توجهت؟ وين باوروبا بالضبط درست؟ انا في اسبانيا. في اسبانيا. طبعا هذه الحلويات مش اسبانيه. هاي اسبانيا، هاي من كيك. شمال شرق اسبانيا، واسم المدينه طارتا دي سانتياغو. اوكي. اسم الكيكه عفوا. تحكي اسباني. اسم المدينه طبعا بحكي اسباني. بدك نحكي بالاسباني. اللي هي تارت اللوز او كيكه اللوز. اللي هي الكيك يعني. اللي هي وصفه اسبانيه تقليديه. نعم. قديمه عمرها ما يقارب 200 سنه، بدي اورجيكم شكلها من جوا كيف بتجنن. طب ليش توجهت لتدرس باوروبا؟ والله اول شيء هو بالنسبه لموضوع الحلويات تحديدا هلا حصلت في اوروبا اوكي، بس من موضوع الحلويات احنا العيله كلنا مغموسين في هالموضوع. يعني من وين بلشتوا؟ من الاب والام وكل الاخوان؟ كله حلو عن جد. يعني مثلا مطعم جبري الكل بيعرفه. مطعم جبري والدي كان الشيف عنده قبل 50 سنه. حلويات مشوار خالي. خالي مين هو؟ حلويات مشوار. اوكي. هلا احنا رح نعمل دعايه لكل ال هو بتسالين. هلا اخوي الشيف في امريكا، اذا بتسمعوا في مطعم السنابل. طبعا السنابل اخوي كان شيف فيه قبل 20 سنه. السنابل اللي هو بعبدون. طبعا بس ايامها ما كان في غيره الحلويات. صح. فهو هلا بس عايش بامريكا، فصنفوه الامريكان واحد من 500 شيف في العالم. واو. عن جد وعندي بالجريده بفرجيك اياها. ما شاء الله. طب هو موجود بالاردن تبعه يعني. لا ما شاء الله عنك شيف، يعني اذا العيله كلها موهوبه. هاي فكره حلوه. بعدين جميع الحلويات اللي بدي استخدمها كلها مصنوعه من الشفر هاي. يعني مثلا الترمسو انا عامل جبنته. انت بتصنع جبنه؟ جبنه الحلويات الكانولي انا عاملها. دوق الكانولي، دوق الترمسو، هاي الجبنه انا عاملها. وين ترمسو؟ التشيز كيك انا عامله. استنوا اورجيكم ترمسو. الجبنه انا عامله. هو صانع الجبنه. هاي انا عاملها الجبنه. استنوا
لأن شو راح تطلع لي نصحان؟ أنا بدي أضعف قبل رمضان. استنى إيش طلعوا عامل هو الجبنة؟ نعم. طب على السريع كيف أنت بتعمل الجبنة؟ شوفوا ما قلت لك إحنا بس بدنا حليب خام نجيب في شغلات فما قدرت أجيب حليب. بس أنت حكيت لي إنه ممكن تعملها على الهواء، بس إحنا قلنا إنه اللي هو حليب الغنم أو حليب البقر بس خام ما يكون لسه. بالحلويات ما بزبط. أوكي. إيش سموذي؟ طلعوا 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 شوفوا طلعوا شو سموذي. شوف انت هلا كملت بهاي الموهبه، رحت على اوروبا عشانكم العيله كلها بمجال الحلويات. فهي هاي اللي حصل، وصدفت اني انا سافرت وهناك برضه دخلنا في نفس الموضوع. عم بيحسدوني عم بيقولوا لي صح شباب مو عاديه، عن جد مو عاديه. صح طعم الفانيلا اللي فيها كمان مختلف عن الفانيلا اللي احنا بنستخدمها. صح انا بستخدم البيست. طبعا. طب المهم طلعت على اوروبا درست البيت. نعم. وبعدين قد ايه قعدت تدرس في مجال الحلويات بالذات؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين بس الخبره كبيره. ليش؟ لانه الكل بيشتغل كان فيها. هلا انتم بالعاده لما تدرسوا برا، يعني خلينا نحكي عن فرق الدراسه في اي مكان ثاني، بالعاده بتاخذهم الدروس بتسجلوهم ولا بيودوكم تشتغلوا؟ في عملي. بتشتغلوا بتتعلموا بايديكم؟ طبعا. طب تتعلم هذا البحر كلياته ولا بيجي مع الممارسه والخبره؟ لا، هو ملاحظه مهمه، كثير شغلات بتعلمها بس لما تيجي تصير تمارس. الحلو الغربي فيه ملاحظة مهمة جدا، اللي بعد 5 شهور أو سنة ما بمارس الجديد، يعني كل سنة في شغلات جديدة. اللي ما بتابع بصير متخلف، يعني شغلات كل سنة هيك كل كتالوج يعني. فبالتالي لازم تتابع أول موسوعة الشيف. لازم أروح أجي أزورك أنا، أخذ نسخة من الكتالوج اللي عندك. عن جد؟ يعني الكتالوج أنا قلت لك أنا قدام أخوي سفر كان نمسك الوصفات، يعني من رجل تحييه بأمريكا، عنده كتاب محمود. وأخوي الثاني شيف عربي. شيف عربي كمان، يعني كل واحد بامتي باختصار. طب نيال هم مامتكم وباباكم بياكلوا كل الاكل الطيب. والله بس الله يرحمه ما يعني. طيب احنا الكيكه تقريبا طلعوا جاهزه، يعني هلا قد موضوع سهل. جاهز البيض تمام مع السكر. اوكي هلا ولا شيء، بس بناخذ طحين اللوز وبنصير ننزله شوي على شوي. البيض شوي هلا شوي. بس بدنا ملاحظه مهمه قبل ما ننزل، نشعل الفرن على درجه حراره 180. طيب خليني احط لك اياه انا. أيوة 180 لازم يكون حامي مشان ندخله الكيكه بعد. طيب على حراره 180 قديش وقت بنحتاج؟ نص ساعه. نص ساعه. طيب بدي ارجع اذكركم انه الفرن اللي انا بستخدمه هو من سيلفر لاين، للناس اللي هلا خصوصا نحن داخلين على شهر رمضان المبارك. كل اللي عليكم تعملوا تروحوا على عياد لسلمي كل بورسلان تطلبوا هذا الفرن بالذات، لانه بيشعل من فوق ومن تحت وفي مروحه. تمام. طيب. هلا بناخذ طحين اللوز اللي قلنا 450 جرام، وبنصير ننزل على ايش؟ على البيض مع السكر. هلا ما في بيكنج صودا او بيكنج باودر ولا شيء. نو هاي ميزه ثانيه ذكرتيني احكيها، ما في لا خميره ولا بيكنج باودر ولا شيء، يعني هاي نقيه يعني صحيه. لو ما في سكر هون صحيه 100% بس 100%، لانه موضوع الخميره رح تستغربوا انه في كثير ناس عندهم مشكله من الخميره. ما فيها هاي زي ما انت. طب وين انت بنحط برش الليمون والفانيلا؟ هلا بس نخلطها. تعرفي بياض البيض دائما بده البيض بشكل عام الريحه بتطلع مزبوط، وبالتالي بنحط هلا الفانيلا وبنحط قشر البرتقال والليمون. طب خليني اسالك كونك مختص بالحلويات، هلا احنا بالعاده مجرد ما نخفق البيض بنضيف له الفانيلا. اول ما نحط البيض بنحط الفانيلا، هو مفروض بعد ما نخفق البيض بالاخر. تخيلوا بالاخر. ليش؟ لانه بعد ما خلصنا كل شيء بالطبخه جاهز الطبخه بنحط الفانيلا. اوكي يعني مثلا انا اوكي بديش ادخل على اختصاص الشيف. لا ولو انا بتعلم منك شيف. بس يعني مثلا انا لما بسوي المهلبيه بحط فانيلا بس بودره. فطبيعي بالاخر ماء الزهر بالاخر. فأي شغلة فانيلا دائما بالآخر. صلي 10 سنين بطبخ غلط، لعاد بعمل حلو غلط. لا سلامتك. طيب بدنا نكمل الوصفة عشان احنا رح نطلع فاصل. بدي اياكم قبل ما نطلع هذا الفاصل ارجع اذكركم تفوتوا على صفحتنا على عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك وتشيروا هاي الحلقة قد ما بتقدروا. دائما بحب ضيوفي توصل حلقاتهم لأبعد مكان وتاخذوا وتستفيدوا منها معلومات قد ما بتقدروا، وخصوصا هاي الحلقة شوفوا للصبايا اللي عاملين مشاريع بالبيت. اللوز جوا البيض. هلا بناخذ معلقة قرفة. تمام. هاي معلقة قرفة. القرفة بتعطيها نكهة.
يعني هي هاي الكيكة بيجي فيها القرفة، يمكن لما دقتيها رائعة حسيتي بالنكهة. طبعا هاي حطينا معلقة صغيرة. تمام برضو هيك بنرجع ايش نخلطها. بنخلطها بصير ايش عندنا هلا؟ صار عندنا البيض، السكر، اللوز، وهلا حطينا ايش؟ القرفة. خلصنا القرفة بنحط ايش؟ بنحط الفانيلا. الفانيلا وبرش البرتقال والليمون بدك. طيب كمان طيب احنا قبل ما نحطها ويخلطهم الشيف مع بعض خلينا نطلع لهذا الفاصل الصغير ونرجع. اهلا وسهلا فيكم بهالحلقه المميزه للحلويات الغربيه اللي عم بحضر لي اياها اليوم ضيفي الشيف ابراهيم عثمان. اليوم حلقتي مميزه فيها وصفات غريبه وجديده مش متعودين عليها شوي، ولكن بنشتريها من برا باسعار كتير غاليه. قبل الفاصل شيف بلشنا بكيكه اللوز. نعم. هلا انت بس حطيتها بالقالب، هلا شو رح نعمل فيها؟ هلا بعد ما نحطها بالقالب دائما طبعا جوا الصينيه بنحاول نعمل بالصينيه ضربتين ثلاثه. ليش؟ عشان اذا في هواء جوا الكيكه يطلع. بس هلا بكل الكيك ولا بس بهاي؟ لا اجمالا بكل الكيك، يعني الاسبونج لما نعمله نفس الشيء بتوزع كمان. تمام التوزيع تبعه بيجي بيرفكت ان شاء الله. طيب هلا بنحطه بالفرن على حطينا على حراره 180 درجه مئويه بنحطها نص ساعه. هلا بدي ملاحظه مهمه، من فرن لفرن بيختلف، يعني اللي عنده فرن غاز بيختلف عن اللي عنده فرن كهرباء. صحيح. فانا بفضل هي اجمالا نصف ساعه بس حسب نوع ما قلت لكم نوع الفرن. طب كيف اتاكد انها استوت يا شيف؟ ممكن حتى عود اسنان مكشتنا نحطه فيها هيك، اذا شفناه مبلول اوكي معناته مش مستويه، اذا ناشف معناته مستويه. خلص مستويه. طيب نحطها بالفرن. على ما تحطها انت بالفرن يا شيف بدي ارجع اذكركم تفوتوا على صفحتنا على عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك وتشيروا هالحلقه لتوصل المعلومات اللي فيها لكل مكان. ناخذ مقادير وصفتنا الثانيه اللي هي هتهمكم كثير، المكرون. لا مقادير المكرون رح نحتاج ل 87 جرام من المي، 311 جرام من المكسرات، 242 جرام بياض البيض، وعندنا 326 جرام من سكر شعبان، 326 جرام من سكر شعبان المطحون. شيف اول اشي طبعا. انا من اول الناس اللي ممكن اتعلم منك هاي الوصفه لانه انا عندي وصفه بسيطه وسهله، بس انا اليوم اكتشفت انه انت كثير بتشتغل بالجرامات، كثير بتركز على يعني الوزن قديش مهم. قد ايه مهم انا كست بيت اشغل الوزن؟ لانه بتعرف احنا ستات البيوت بنحط كل شيء فوق كل شيء على البركه. هلا موضوع نحط شيء على البركه ما حيزبط. ليش؟ لانه لما هلا شيف امتياز اليوم تعمل طبخه وبالمقادير بعد سنتين تعملها بضل نفس الطعم. صح صح. مستحيل تختلف الا اذا اختلفت المواد. صحيح. فبالتالي الحلويات الغربيه اجمالا حتى تعمل شوكولاته ديكور، تعمل اي شيء بدك تعمل كله على الوزن. على الوزن. طب افضل لي اوزن مقادير الكيك على الجرام ولا استخدم الكوب؟ والله الشائع في الاردن الجرام. الجرام اجمالا الناس هون الجرام. اوكي. فبالتالي يعني احسن ضلوا في الجرام عشان ما يلخبطوا. طيب خلينا نبلش. احنا حكينا لهم المقادير شيف، وانت عندك ميزان، وانا دائما انا والشيف كنا نحكي هلا تحت الهواء انه قد ايه مهم الميزان. هلا سعره كتير معقول متوفر بكل مكان. على فكره اسعاره بتبلش من 5 دنانير حطوه بالبيت. في كتير انواع وصفات ما لازم نعملها الا على الجرام او بمقادير الوزن على الجرام. اول مرحله ايش راح تكون؟ اول مرحله بدنا نحط اللي هو المي والسكر مشان نعمل مثل قطر بياض البيض نضربه مشان يصير ميرينج. اوكي خليني انا ولك المي قديش احنا تقريبا بالمي 87 جرام المي على 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 هاي. انا والله هاي عياراتك بعرفش عاير عليها. انت بالاونصه بتعاير يعني مش بالجرام. الشيف بيعاير بالاونصه بالصغيره. طب شيف من وين تعلمت المكرون؟ برضو كان من ضمن دراستك ولا من الخبره العمليه اللي اشتغلت فيها؟ لا الصراحه يعني مثلا المكرون كذا في شغلات قلت لك احنا اخذناها نظر كثير، بس العمليه كنت مع اخوي في امريكا انا المساعد تبعه فكثير امارسها. خلص هلا اجى على بالي السؤال بس تبلش بالوصفه بسالك اياه. هاي اثنين هيك 82 جرام من المي. نعم. وراح نحط عليهم قديش مقدار سكر؟ السكر هاي وزننا انا بال 325 جرام انا حفظت. وزننا جرامات السكر هاي اثنين. طب شوف انت عندك هلا محل اسمه السنيوريلا السنيور السنيور كانولي. نعم السنيور كانولي. وين محلك انت؟ بالرابيه. بالرابيه في شارع كابول. اوكي انت بالمحل هيك بتقعد
بكل التفاصيل؟ طبعا، بس بالمحل حقيقة أسهل لي. ليه؟ لأنه كل شيء أنا متعود عليه، وين حاطه وين كذا وين. وبتعمل كميات مش زي ما إحنا مصغرين. لا ما بعرف إذا انتبهت عليه، قلت لك إحنا في المحل ما عندنا غرفة. يعني لما أنت تشتري إذا إيش مش توفر بعمله قدامك تأخذيه. يعني كل شيء قدام الناس. والله إذا بدي ترمسوه هلأ بتعمل لي إياها هلأ قدامي؟ يعني عن جد هلأ مثلاً إجيت في ناس كتير بيقولوا لي مثلاً بدنا ملفي الحلو الفرنسي مشهور جداً. طبعاً. فالملفي إحنا بنعمل البسكوتة هناك. أوكي. وبخبزها قدام الناس. هلأ أحيانا بتكون مخبوزة بس لما بدي أعمل قالب ولا كذا فبتقعد بتستني فنجان قهوه بعمل لك القالب. حلو حلو كثير. طيب قبل ما تبلش انت رح تحط المي جاهزه وسكر شعبان العادي. بس في ملاحظه كان عندي اللي هو ميزان الحراره. ميزان الحراره هلا بنشوفه، هلا بنشوف لك اياه. شوف اطلع فاصل. ما هو بدنا نحط السكر الخشن. مش الخشن اللي هو سكر شعبان، عشان نعمل قطر زي ما بتعرفوا القطر. تمام تمام، بس من دون لا ليمون ولا شيء. هلا هون هي حطينا السكر زي ما هو، ودائما حاولوا لما تحط السكر يجي بالنص بالضبط، يعني ما يجي على الاطراف عشان ما ينحرق. لا بالضبط، لانه بنحرق وبعمل مشاكل، لانه كميه المي اصلا اللي انت حطيتها كثير. هاي بالنسبه للسكر خلصناه. تمام. هلا السكر البودره مع اللوز هلا رح نحطه على النار. هلا بنحطه على النار هذا. اوكي. وبدنا نوصله لدرجه حراره 118. قديش بدك الحراره شيف؟ خليها على 6 اذا كويس. 6 6 ممتاز. قليل المي. طيب هلا قبل انت رح هلا عندك طحين اللوز مستخدم برضه بالوصفه؟ نعم. اللي هو المكسرات بالضبط. بيقدروا يستخدموا اي نوع؟ ممكن يستخدموا فستق حلبي، بندق، بندق، كاجو. نعم بقدر. بدك تفرميه بس تخليه بودره. طيب وانت كمان خليتني انخل السكر البودره، احنا جبنا سكر شعبان اصلا وطحنا وصار بودره، رح ننخله مع طحين اللوز. نعم. قلت لي ضروري ننخله، اذا ما نخلنا الوصفه مالها. بالضبط، لانه بتعرفي المكسرات او السكر ممكن يكون فيه شويه شوائب. تمام. وبالتالي بتجمعوا والمكرون ببطل، يعني لما نخلطه ببعضه ممكن تطلع شوائب جوا حبه المكرونه. اوكي. طيب هلا لازم يتجانس كمان. طيب هلا كيف شو رح نعمل هلا شيف؟ هلا قلت لك بدي ميزان الحرارة. طيب قبل ما يجيب الشيف ميزان الحرارة بدي أرجع أذكركم تفوتوا على صفحتنا على عمان تي في أوفيشل على الفيسبوك، تشيروا هاي الحلقة، تبعتوا لي الأسئلة والاستفسارات اللي أنتوا حابينها لحتى نعرف شو أنتوا بتحبوا من هدول الوصفات إذا أنتوا حابين، لأنه كتير ناس طلبوا مني المكرون وأنا الصراحة قلت لازم نجيب أهل الاختصاص لهذا الموضوع. طيب جبنا ميزان الحرارة. هلا جبنا. هلا في ملاحظة. في مكرون بنشغل على البارد. تمام. هلا الصراحه طعميته هذا يعني على الطريقه الايطاليه انا حبيتها كثير وطعميته ازكى. هذا بدوب بالثوم اسرع، يعني عشان تكونوا عارفين هاي الطريقه الاصليه اللي بدوب بتمكم اسرع لما انتم تاكلوها. على فكره المكرون غالي رغم انه مقاديره بسيطه شيف، بس نعم. هو غالي من نسبه التحضير او لانه بياخذ وقت طويل بالتحضير. نعم. المكرون بقول لك هو سعره غالي، معروف انه سعره غالي. سعره غالي صراحه يعني لانه المقادير اللي بستخدمها غاليه ولا لانه طريقه المكسرات لانه معمول من المكسرات غاليه. اوكي. بس انا ما شفته غالي، ما بعرف. لا هو يعني احنا يعني مش عارف خلاص. هلا شغله ثانيه، مش كل الناس بتشتغله، منتشر يعني. انا كنت بالمانيا اول العام وحتى في مركز المدينه في فرانكفورت كان بس في محلين يعني مكرونه. اوكي. فهو هو مشهور اكثر بفرنسا. فرنسا هو فرنسا فرنسي كثير مشهور. فرنسا. تمام. هلا ايش رح نعمل؟ بدنا نحط ميزان الحراره على 118. اوكي. هذا بزمر لما يصير 118 مش زي اللي عندنا بالبيت انه احنا نضل نراقب الحراره. نعم بزمر. أوكي. لحاله. تمام. وها شوفي حطينا 118. 118 بزمر. أوكي. بس زمر خلص. بدنا ايش نسبن هلا بنحكي لهم على الطريقه. ما تقولوا لي بعد هاي الحلقه ما بتحتاجوا تروحوا على اكاديميه الطبخ وتتعلموا الوصفات يا جماعه، خلص جبنا الشيف بده يعلمكم هلا الوصفات. تفضلي. تمام. هاي بس ممكن تزيدي لي اياها شوي؟ ازيد لك الحراره. حاضر. ما عرفت. طيب يلا احنا نكمل بقيه الوصفه. ايش رح نعمل شيف؟ شوي نزيدها هلا. حاضر. هاي عندنا بياض البيض. طبعا بياض البيض سواء لما بنحطه على اللوز وسكر البودرة أو لما بنحطه في الخلاط مشان الميرينج، يعني الميرينج ننزل عليه إيش حكينا اللي هو زي القطر. تمام. فهلأ بنحط هاي زي ما هي. طبعا هاي بياض البيض في الماكينة مشان ما ننساه. تمام. هلأ أنت استخدمت بياض بيض مرتين مختلفين. مرتين. هلأ واحد هاي حنستخدمها هون.
اوكي هاي الطريقه الايطاليه. وهاي لما بيجي ببلش مثلا عندنا 110 الحراره بتوصل بنشغل الكيتشن ايد. ليش؟ مشان يضرب يصير مرينج بياض البيض. اوكي عرفت عليك. وبننزل عليه القطر. تمام يلا خلينا نبلش بالوصفه. قد ايه بالعاده القطر عندي بيحتاج وقت ليجهز؟ نعم قد ايه القطر بيحتاج وقت ليجهز؟ يعني اقل من 5 دقائق. 5 دقائق هيك شيء. هاي شوفي شو صار 70. يعني على السريع ما رح ياخذ معي. 70. طيب قبل ما يجهز اسالك هيك السؤال. تفضل. اي هلا انت ليه ما قررت تكمل بامريكا؟ لانه انت بلشت باوروبا، باسبانيا، رحت المانيا، رحت كثير دول، بعدين رحت اشتغلت مع اخوك. نعم. فتره كثير طويله، فقررت ترجع هون تفتح محلك، ليه؟ والله يعني هي ما بعرف النصيب صار. يعني انا مر فتره علي بامريكا خلص جيت يعني ما بعرف. فالواحد ما له غير ايش؟ بلده. هاي فانا زيت فقلت خلص بدي اغير جوي، بدي افتح محلي وخلص معه. اوكي فرجعت على هون. رجعت هون وعملت محلك هون. وصدقا ما كان في نية. اوكي يعني صدفة كمان. اها لكن سوء الحظ طبعا الحمد لله. بعد ما فتحنا بخمسة ايام صارت كورونا. محلك اللي هلا. اللي هلا. ايه طب هلا بنحكي عن الكورونا بس خلينا نروح لفاصل. لا ما تحكي. ان شاء الله تكونوا قادرين تسمعوني هلا بس لانه الشيف بلش ينزل القطر على البيض. صح؟ على بيض البيض. انه هو المرينج يعني. ما احلى منظر صار. رائع. ونزلناه شوي شوي. انا شوي شوي ما بتقدر تجي ضربه. نزلناه شوي شوي شيف صح؟ ملاحظة ثانية هلا بياض البيض شوفي؟ هلا هذا حط ايدك هون سخن مثل النار سخن هلا بنتركه. هلا شو بنسوي؟ بياض البيض الثاني بنخلطه مع اللوز والسكر البودرة. تمام في عندك سباتولا صغير؟ ايه هي الابيض الصغير. ايه هاي؟ هيك جلدة. لا ما عندي اللي من على الجوانب. لا يا شيف هاي ما خطرت ببالي. نقدر نستخدم اي اشي؟ هلا احنا الخفاق العجانة او محضر الطعام بتضلها شغالة صح؟ هاي شغالة مشان يبرد المرين. بس يبرد بنحطه فوقها. هلا بضل تاركتها بتخفق ليبرد. ليبرد. تمام. قد ايه بياخد وقت معاي؟ يعني شيء دقيقتين ثلاثة حسب. طيب الشيف جايب لنا هدول معه اللي هن بياخذوا شكل المكرون. هدول بقدر اشتريهم من اي محل حلويات؟ نعم محل مواد الحلويات. طيب في هذا الحجم الكبير وفي الحجم الصغير. يا في حجمين. تمام. هلا بدي اورجيهم الجاهزين اللي انت محضرهم شيف عشان اورجيهم الجمال تبعهم. خليني هاي بس بدي اجيب لهم علي اورجيهم اللي محضرهم الشيف اللي رح يحشيهم بالاخر. هاي معمول بالفستق الحلبي. طلع احلى. وهذا معمول بطحين اللوز سادة. طحين اللوز في صغير وفي كبير. شوفهم احلاهم كثير حلوين. هلا عملتهم زي العجينه تقريبا. كيف؟ عملتهم زي العجينة تقريبا. هلا شوي صغيرة كمان جاهزين. هلا بنحط المرنج عليه. مو العكس، مو احطهم هني فوق المرنج. لا 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 الخلاط نسيت. طيب خليني اعطيك واحدة اتقل شوي. اعطيني بالله. هاي منيحة. يا هدول اغراضي كلهم بنستخدمهم من رنج. شوفي؟ اوكي. هلا هذا اسمه مرجبان بالعربي. ايش اسمه؟ مرجبان. ما هذا هو المرجبان. اوكي. سكر وبياض بيض. شو ناقصه عشان تاكليه؟ ناقصه بنحط عليه ليمون، بشر بالليمون مشان يعطيه نكهه يعني. عرفت كيف؟ خلص بتخليها لثاني يوم بالثلاجه. لا احنا بدنا نخلص الخلاط كمان شيف عشان الوقت. يا تمام تمام. انت هيك عادي ما بدي حراره معينه. ما بحرق هيك. لا ما في. لا خلص حرارته هلا صارت معتدله. هلا هذا المرجبان ثاني يوم شو بتسوي؟ بتاخذيه وبتحطيه مثل الكعك بالفرن. هذا متعارف عليه كثير بالجزائر. بالجزائر في اسبانيا صح؟ شوفوا هاي ايش هاي؟ شايفه؟ ارجيك هيك. بشكلوها زي ما بدهم. هاي كعكه.
والله هي تحي. هلا بيخبزوها شيف؟ بيخبزوها 7 دقائق 6 دقائق بس لانه بنحرق بعدين. تمام. هلا هيك المكرونه العجينه صارت جاهزه، بس احط المرنج فوقه وخلص. نعم، نحط المرنج عليها ونخلطهم نضربهم في بعض، واذا عندك لون بنحط لون. طيب بقدر احط لون، بقدر احط نكهه يعني كمثال ممكن لا. احط روح روح البردقان، روح الموز، روح اللون. بتحطي بس لهاي بتحطيها بالحشوه. اوكي تمام. اما اذا بدك تحطي لون اوكي بصير اي لون ملون طعم سواء السائل او الجل. نعم اوكي. بحاول اسال الاسئله للشيف. وحتى اذا بدك بتحطيه بالخلاط والمرنج بضربه. هلا بس اخذت المرنج وبنحطه مع ايش؟ مع هو لو كان في سبتل صغير بكون اريح صراحه. تمام. نعم. سريع الموضوع، ما يعني ما بياخذ كثير وقت، بس هو بياخذ طريقه. لا هو ما بياخذ وقت، هو الفكره احنا عم بنوضح خطوه خطوه وكذا بصير بالدول، بس هو ما اجمالا عن جد. هلا اللي انت عم بتحضر فيه هن رح يطلعوا معي هذا اللون الساده، هذا في شويه ابيض فقط. حاط لون ابيض شوي. شوف الواحد بيتعلم. حطيت ما حكيت بعرف انه انت في لون الوان طعم ابيض. ابيض احمر هذا فستق حلبي حقيقي، بس برضه حطيت له شويه خضار، حطيت له شويه لون. دوقيهم. رح ادوق وحده. انا كنت كثير اليوم حابه نعملهم حشوات وهيك. قرمش كمان كثير زاكي. هذا الفستق الحلبي واضح كثير. هلا ما بتحط نكهه فستق الحلبي، جايب قناج. قناج بس انا عملت قناج فستق حلبي. طيب احنا شوف بعدين. هلا هلا تقريبا صارت جاهزه صح؟ هلا هدول بدي اصبهم هون بالصواني. طبعا ضروري جدا نخلطه مزبوط اوكي لحد ما يصير يوقع ويتقطع. شايفين هيك بوقع ومتقطع. تمام. هاي معناه المكرون جاهز انه نصبه. تمام التمام. طيب عامل ما يحضرهم الشيف ويبلش يسكب لنا فيهم، خلينا نروح لهذا الفاصل الصغير وراجعين. اهلا وسهلا فيكم بعد الفاصل. اتمنى انه المحتوى والمعلومات المفيده بمجال الحلويات اليوم حضر لي اياها الشيف انها تكون فادتكم. بدي اياكم تشيروا الحلقه، احنا قربنا للاخر. شيف بس عم بتشكل لي اياهم بالقوالب عشان هن عم بياخذوا ايدك علي. عشان ناخذ ايد الشيف نورجيهم بالضبط كيف عم بتشكلوا قد الكميه اللي بنحطها. بصير تعمل كمان وحده شيف؟ اوكي يلا. ايوه بدك عادي. احنا بس قمه عادي حاطين مش معرج ولا اشي صح؟ الملاحظة هي بالسيليكون الكبير لازم نلتزم بالدائرة. هاي الدائرة مرسومة، خليني اورجيهم اللي هي الدائرة اللي جوا مش الحواف، وقصده الدائرة اللي جوا المرسومة هاي. اوكي بالصغير بنطلع عن الدائرة شوية صغيرة هيها يعني شايفين؟ ها اوكي هلأ لازم نضربه وحيرتاح. 1 2 3 تمام شيف. هلا انا بعرف انه بالعاده المكرون قبل ما يفوت على الفرن هلا بيريح نص ساعه. بدنا نريحه نص ساعه. لسه بدي اسالك والاسهل لكم لما الواحد بلمسه باصبعه بكون ناشف ما ببل. طب بريحه نص ساعه في مطبخي ولا في الثلاجه؟ نو برا برا في المطبخ عادي. عادي. طيب علي انا عم بسمعك يا المهم هلا شيف رح نخليهم يرتاحوا نص ساعه بالضبط وهم هلا بفرجوا. تمام. هلا بدك تحشي لنا اياهم قد ايه بياخذوا معي بالفرن وقت؟ لانه ما راح نحطهم بالفرن هلا بدنا نريحه. ما في بدايه بس اعطيني صحن احشي عليه. حاضر. هي جبت لك هذا الصحن. بياخذوا معي قد ايش بالفرن وشو الحراره؟ الحراره تبعت المكرون 300 فهرنهايت 150 مئوي. 150 مئوي باخذ الصغير 14 دقيقه والكبير باخذ 16 دقيقه. والحراره لازم تكون من تحت. الحراره وين ما في مشكله وين يحطها. لا قصدي مش مشاعل من فوق من الفرن من فوق. لا فوق تحت مع بعض عادي. مع بعض اوكي. واذا في كومبكشن اللي هو المروحه الفرن افضل زي فرننا عندنا احنا دائما. طيب يلا شيف بدنا نورجيهم كيف بس بنحشيهم. هلا احنا مثلا بنحاول نحشي عده شغلات. تمام. مثلا هاي حطيت انا شوكولات قناج. اوكي اللي بحب الشوكولاته. اوكي طبعا المكرون حلو الكل بيعرف انه حلو. تمام. هلا هاي شوكولات قناج اللي هو مع شوكولات شانغ مع الهيفي ويب كريم مره شوي فتفضلي هيك صار الحلو والمر مع بعض. بحب اني باكل قبليكم. تمام. بتعرفوا مين قبل مين؟ قبل كل الايش الكرو اللي معي كلهم بيحسدوني والله العظيم بداني. شوفوا ما احلاها. تعال حلويت اليوم قد ما اكلت حلو يا شيف.
شيف ذكرنا باسم صفحتك، ايش صفحتك على انستغرام؟ السنيور كانولي. السنيور كانولي، اذا تقدري تكتبي لنا اياها يا زينه وتالا، هي طلعت صفحته للشيف على انستغرام، تقدر تفوتوا تشوفوا شو الافكار اللي بيقدمها، تقدر تشوفوا وين محله. لحن حطيت فستق حلبي دوقي. انا رح اضل هاي فيها فستق حلبي قناج. ييها شو زاكية، نصحتين وعافية. شف ناوي ينصحني اليوم كتير طعمها زاكي. القناش كيف تعمله هذا شيف؟ القناش بعمله بالشوكولاتة والبيست تبع الفستق الحلبي، نضربه في الماكينة بصير مثل المعجون الفستق الحلبي. رائع عن جد، يصير طلعوا كيف من جوا قوام المكرون، رائع رائع طلعوا. هلأ بيجنن. هاي كمان واحدة. أوكي هلا بنحط مثلا، اذا بدنا نحط بتر كريم، بس البتر كريم حلو شوي والمكرون حلو. فانا حبيت مثلا هلا عملت، جبت معي رزبري قناج كمان. بنحط رزبري كمان، الرزبري فيه نوع من الحموضه مع الحلاوه. هلا عشان هاي شوكولاته كمان. ايوه هلا بنحط هاي شوكولاته قناش. شوكولاته طب قناش. انت جايب معك نكهات ثانيه صح؟ هاي رزبري. اوكي هلا بتحبي هون تدوقي باللوز؟ اعطيني اللوز. شو بدي ادوق؟ لا ادوق انا والله اليوم بقول لك حلويت. يلا اعطيني اللوز. اسكاك تزعكي. تفضلي شوفي. هاي ما بتحط كمية كبيرة من الحشوة صح؟ تمام. القناش كمان انت بتحضره؟ انا محضره. في شوكولاتة بيضة طالعة اركض من هون 10 كيلو من الاخر. عن جد سلم ايديك، طعم المكرون خرافي. صحة وعافية. صحة عن جد سلم ايديك. صحة وعافية. طب احنا هيك تقريبا خلصنا حلقتنا لليوم. يا بس الشيف بده يحط لنا حبة مكرونة. يلا خلينا اعملها. بعملها. يلا اعملها. بدي احكي لي انا بساعدك شيف. بدي الكيس هايو. بدنا نعمل كمان مكرونة كريمة اللي هو، بس انا جاي شريت هذا مخصوص اللي هو الكلاسيك مكرونة كلاسيك اللي هو بيجي فيه فواكه جواه. اوكي. فبدي بس الايسنج وكيس. جبت لك اياه ما جبته؟ الكيس انا استخدمت الكيس. في عندنا كيس. بس احنا بنحكي لهم مش شرط شيف، يعني بالاخر بنحكي لهم ايش الفكره الاخيره كنت تحكي عنها. هي على اساس انه هدول اوكي بنزينهم بالشوكولاته البيضاء. خلينا نعمل نحاول بالمعلقه. تمام، لانه احنا خلصنا شيف، بدي حابه كثير انهم يشوفوها. عادة بنزينها بالشوكولاته البيضاء. مش هاي ايش شيف اللي انت محضرها؟ هاي ايسنج. اوكي هاي ايسنج بدنا بالشوكولاته البيضاء. ليش؟ لانه الشوكولاته البيضاء بتحمي الهيفي ويب كريم من ميته انه يدخل على المكرون. تمام، فبنحط شوكولاته بيضاء. بعدين بنحط ايش؟ بنحط شويه طبعا بالكيس الحلواني، بس لانه احنا ما ضل. ايوه بالفورم بنحط شو اسمه. بس هلا يلا اعطيني التوت الفروت. تمام، خلص شيلهم الجلافز شيف، خليني اخذ هدول من عندك كمان كلياتهم عشان تقدر تاخذ راحتك، واجرب اعمل انا وحده، بحب اعمل وحده. هاي هلا بدك تاكليها هلا. ما احلاه. وهلا اوكي هاي بدي احط هيك صار الحامض والحلو. يعني أوكي. ما بتحسي بالحلاوه فيها بالحاله. حلو كثير شيف، برافو برافو ابدعت. طيب شيف انا اليوم بدي اتشكرك على بنحط ايش؟ عفوا بنحط شويه ايسنج صغيره فوقيهم عشان تلزق صح؟ يا عشان تلزق وعشان تكون مستقيمه. انا الشيف هو بخلص، انا بعمل له البقيه. يعني عشان تحكي عني شطوره بساعدك، اذا بدك تاخذني على المحل عندك ما عندي مشكله. اهلا وسهلا ومين. انا ببلش اشتغل معك من بعد الساعه 5. بتنورينا. تفضلي. الله معلش يعذروني. اعمل كمان وحده شيف اذا بدك. ممكن تحطي وحده من هون نقطه اذا بدك، نقطه هون حطي فيها ايش؟ حطي فيها التوت. تفضل. كثير رائع. خليني اخذ عشان اورجيهم. يلا طلع شوفوا ما احلاهم اللي حضر لي اياهم الشيف اليوم. شيف بدعت اليوم، بدعت. هالوصفات بتجنن، هالافكار اللي انت حضرت لي اياها كثير حلوه. بدي اياك تعيد او نحكي للناس شو الوصفات اللي حضرناها اليوم. شيف؟ نعم. شيف اين انت؟ شو الوصفات اللي حضرناها اليوم؟ شو حضرنا للناس؟ اللي هو كيكة اللوز والمكرون. والمكرون وحشالكم اياه باكثر من حشوه. بدنا نرجع نذكرهم باسم صفحتك يا شيف.
السنيور كانولي. السنيور كانولي موقعهم بالرابي، بحب كتير تجربوا المكرون طعمه خرافي. بدي أشكر كل اللي حضرونا اليوم، بدي أشوفكم بحلقة يوم السبت كتير حلوة وكتير بتجنن حضلكم فيها قدرة قادر. بشوفكم السبت، باي باي.